السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دافنشي من البرامج القوية جدا في المالتي ميديا، ومثل ان هو فري واوبن سورس وسهل الاستخدام وقوي في نفس الوقت. تمام، فخلينا مثلا نحط بعض الفيديوهات او الصور اللي احنا هنستخدمها في الشغل بتاعنا. على سبيل المثال فولدر فيديو دوت، هبدأ اختار منه صورتين مثلا اهوت، ونحط مثلا فيديو عشوائي اهوت. تمام، بعد ما اخترناه بتقدر تعمل هنا بن، بتقدر تنظم الفيديوهات بتاعتك. تمام، يعني ممكن تبدا تسحب ده هنا وده هنا، تقدر تنظمهم في كذا فولدر وتغير الاسم اللي انت عايزه. طيب هاجي هنا واقول له كرييت تايم لاين يوزنج سيلكت، فبيقول لي بقى اختار بقى عدد الفيديو تراك، عدد الاوديو تراك، الستارت، فاقول له كرييت، فعملهم لي اهمت. نقدر نشوفهم هنا مثلا في قط في الاول اهمت. طيب دلوقتي مثلا انا عايز ابدا احط عمليات انتقاليه بين ده ودوت، فتيجي هنا وتختار مثلا انت عايز حاجه اسمه سكت مثلا، هتقدر تحطها بالشكل دوت. ولو جيت هنا سيلكت هتلاقي نفسك تقدر تتحكم في المسافه اللي تحصل فيها انتقال من فيديو دوت للفيديو ده، او من الصوره دي للصوره دي. ممكن تتحكم فيها برضو من هنا بالشكل دوت. خلينا نشوفها مع بعض، دي عمليه انتقاليه لذيذه جدا. طيب عايزين برضو نعمل واحده تانيه بين الصورة دي والفيديو دوت، ممكن تختار مثلا حاجة بالشكل دوت وتبدأ تحطها وشغل. هيبدأ يعمل لك عملية انتقالية بين الصورة والفيديو. طيب ممكن تيجي هنا في إيديت، هتلاقي بقى إن أنت عندك إمكانية مثلا تعمل سيلكت على أي صورة وتروح حاططها مثلا هنا، تقول له إنسيرت، يبدأ يحط لك الصورة ديت بين هنا وهنا. تقدر تعمل ريبليس للحاجة ديت، يعني تختار مثلا صورة وتقول له بدلها لي فيديو وهكذا. وتقدر يعني تقدر تغير الفيديوهات اللي انت عايزها زي ما انت عايز. هو كده حاطط دي مكان ديت، حتى موضوع الكلر تقدر تتحكم في الكلر بشكل قوي جدا، تعمل تعديلات في الكلر اهوت زي ما انت عايز. تتحكم في الار جي بي، في الجاما، في الليفت بشكل برنامج احترافي. تمام، مش معنى ان هو ببلاش ان انت هتلاقي فيه حاجه ضعيفه، لا هو برنامج قوي جدا. تقدر تتحكم في الصوت، تعدل في الصوت زي ما انت عايز. هنشوف مع بعض التركات اللي هتسهل علينا الشغل. زي ما انت شايف هو مديك امكانيات للترم قوي جدا، التايم لاين، الكليب تقدر تتحكم فيه، المارك، الفيو، بلاي باك، فيوجن، الكلر وهكذا، الورك سبيس لو انت عايز تغير شكل الواجهه ديت. تمام، تقدر تضيف بعض الادوات، تشيل بعض الادوات زي ما انت عايز. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل اعدادات بتاعت الصوت، فتقول له مثلا افكت لايبراري، تقدر تختار اي افكت وتبدا تحطه على الصوت زي ما انت شايف وتعدل فيه زي ما انت عايز. طيب بعد كده ممكن تلاقي عند دريفر عايز بقى تخرج الشغل بتاعك ده على اليوتيوب بأني دقة، اللي على الفيمو وهكذا. في اعداد كتيرة جدا لتصدير الملف بتاعك، وتقدر تختار الاسم وتختار اللوكيشن اللي انت عايز تصدر الحاجة ليه، هو يبدأ يصدر لك الشغل بتاعك. دي اعدادات التصدير بتاعتك، وممكن تختار اللي انت عايزه زي ما انت شايف، اعدادات الفيديو، اعدادات الصوت، اعدادات الفايل. فما شاء الله عليه برنامج متمكن جدا في الاعداد بتاعته. تقدر تختار الريزوليوشن اللي هتصدر منه. فانا شايف ان هو حاجه لذيذه جدا، وممكن تقول له بعد كده بقى ايه ستارت ريندر، هيبدا يعمل لك الريندر للشغل بتاعك.